مين؟ قلت مين يا عبد الله؟ والله العظيم ثلاثة، أنا من ساعتها وأنا خايف عليك من القضة دي. يا راجل بطل هري، ليزا مين دي اللي رجعت من فرنسا وفتحت الشقة؟ ليزا بنت عم جورج، ليزا جورج أنطوان. ما ده مستحيل يا باشمهندس، أكيد مش حقيقي. يا حبيبي أنا كنت فاكر زيك كده لحد ما اتأكدت بنفسي. بص افهم، هي ليزا مش ليزا اللي ماتت الله يرحمها اللهم احفظها؟ لما بنتهم ماتت اللهم احفظها خلفوا المولود الجديده دي سموها ليزا اللي هي دي بقى. ما انا مش قصدي ده برضو، مستحيل. ما تقول لي يابا انت شفت ايه؟ شفت ايه؟ شفت عمك جورج في المنام جالي بعد ما نمت بشويه وشايلها على ايده ورماها في حجري وقال لي دي امانتك خلي بالك منها ووصاني عليها. انت ساعات بتخوفنا يا عم زكريا. انت راح تجيبها من الكنترول؟ بقول لكم ايه، اذا كانت في شقتها طلعوني ليها يا جماعه، عايز اشوفها. شوف انت صاحبي. اقعد بس استريح بس يا حبيبي، كله هيبقى خير ان شاء الله. هي موجوده اكيد في شقتها، تروح فين يعني؟ بس حاليا في هذه اللحظات الطريق الى الشقه مفروش بالإيداس. بالإيداس. باشمهندس عبد الله. ايه يا باشمهندس؟ ايه يا حبيبي؟ الخواجه اللي ساكن عندكم في الاماره. الخواجه انتوا لحقتوا تعرفوها؟ المنطقه كلها عرفت يا عم زكريا، وبعدين عدت عليا من ساعتين واشترت مني كيس اللبن وعلبه الجبن. ايوه يعني في ايه؟ وقفت تتخانق في الشارع مع رز الفكهاني والحته كلها اتلمت عليهم. تتخانق؟ ايه يا عبد الله؟ انت صاحبي يوسف، مالكش دعوه، مش عايزين مشاكل ونبي تاني. خليك زي عبد الله. يوسف خليك زي ما انت. لو عايز عبد الله خاطر مني اكيد، بس سوء تفاهم. ابقى اطمن مني، دي بنت صاحبي. نو مسيو، انت كذب، انا مش اقول كده. عليا الطلاق بالثلاثه، انت قلتي كده. طلاق؟ ليه قلت طلاق؟ عشان اعرف نفسي كويس ومستوثق من كلامي. نو انت مش مستوثق من كلامك، انت قول كلام مش حقيقي. انت كده طلق مدام بتاعتك. نعم. والله دمها عسل، والله دمك انت اللي قلت. في يا اخوانا، في يا معلم، في يا ليز. مش يا عبد الله، في كذب، في راجل مش محترم. لا انا هي تبعك يا باشمهندس؟ يا سيدي حتى لو مش تبعك، ضيفه وغريبه تقفوها كده تعملوها مزايا معقوله؟ لا لا مؤاخذه يا باشمهندس، انا ما عدانيش الاصول، انا وزنت لها من كل صنف 2 كيلو وهي مش عايزه تحاسبني. اعمل ايه انا بقى؟ ليه كده؟ نو مسيو عبد الله، انا اقول 2 واحده 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 واحده. اه لا ده في المش، مش واحده واحده، يعني عايزه 2 يعني، صبرتين من كل واحد. خلاص انا هاخد دول. هاتوا هاتوا. نو نو مسيو، خلاص انا هاخدهم. مش هعمل كده يا حبيبتي. لا انا بناتي بتحب ال. شكرا يا اسطى. خلص 80 جنيه مش هقدر اسيبك. يلا احنا بنحب الفاكهه. صلى على النبي. الله اكبر. هو قلبك الطيب ده يا استاذ عبد الله اللي هيوديك ورا الشمس. هذا الفاكهه انا والشيف. يلا اتفضلي وفوق هناك نتحاسب. تعالي بقى نتحاسب. فاكهه ايه دي يا توحه؟ كان واقف عند عم رزق ولافع على دراعه واتقلب اكياس فاكهه. ايوه زي ما بقول لك كده، وماشي يتمخر معاها. واديني لوريك يا عبد الله، واديني لوريك. وهاجي امسك البت دي من شعرها الاحمر افرج عليها امك. لا اله الا الله. يا ابله استني، خليكي معايا يا توحه. نعم. الناس بتسال على حضرتك وعايزين نخش اوضه الكمبيوتر. كمبيوتر ايه؟ تحرق الكمبيوتر على اللجنه، على المدرسه كلها. امشي من قدام لحسن، هصور قتيل النهارده. اللجنه يا ابله؟ هصور قتيل، مش عايزاك تكوني انت، مش عايزاك تكوني انت. حاضر حاضر، امشي. وبعدين يا توحه.